هل رأيتم من قبل مقهى خاص للقطط ومحبيها من المربين والهواة؟ تعالوا لأخبركم بقصة هذا المقهى في مدينة غزة. هذه السيدة نعيمة صاحبة فكرة هذا المقهى. شغفها بالقطط منذ صغرها إلى جانب خبرتها في مجال المشاريع الإنسانية ألهمها افتتاح مشروع خاص بها أطلقت عليه مياو كات كافيه. في هذا المقهى تجتمع أنواع مختلفة من القطط مع محبيها من المربين والهواة، خاصة من الأطفال، بهدف خلق مساحة ترفيه للعب والتفاعل بينهما. مع بداية الإعلان عن هذا المشروع عبر مواقع التواصل، لاقت هذه الفكرة انتقاداً من قبل البعض بحكم أنها لا تتناسب مع الظروف المعيشية في القطاع، لكن صاحبة هذا المكان تراهن على نجاحه مع مرور الوقت وازدياد الإقبال عليه. وبهذا المقهى الذي يعد تجربة فريدة من نوعها في غزة، أصبح للقطط المدللة ومحبيها مساحة ترفيه خاصة للاستفادة من قدرة هذه القطط عبر مداعبتها للتخفيف من الضغوط التي يعاني منها سكان القطاع المحاصر. عزم البنا، سكاي نيوز عربية، غزة.